جيل الرقمنة اللي هو جيل الانترنت ارتبط بشاشة الموبايل اكتر من انه يشوف الشاشات العادية، انه يتابع ويقعد زي احنا زمان ما كنا بنستنى من كل 4 سنين الدورة الاولمبية. ليه؟ لانه بيشوفها على الموبايل، بيشوفها وهو ماشي، بيشوفها في اي مكان، في أي مش وقت. لازم يقعد اتحاد رياضي نوعي تابع لوزارة الشباب والرياضة زي كل الاتحادات الرياضية. هو بقاله كام سنة يا فندم؟ بقاله 15 سنة، السنة دي بنحتفل بالذكرى ال 15، بنلعب لجمهور المعرض، حاطين 10 أجهزة بلاي ستيشن ب 10 شاشات، جمهور المعرض بيلعب، بنقسمهم على راس الساعة دورة 32، بنصفيهم 16 8 4 2، طلعنا بطل الساعة، تصفيات لكل يوم 30 بطل، هناخد منهم 5 هيمثلوا مصر في بطولة الخليج في دبي في ابو ظبي. امتى؟ يوم 24 مارس، جايزتها 125,000 درهم، يعني 3/4 مليون اللي هيكسب منهم. ايوه، قابلني بوست على الفيسبوك لقيت فيه بطوله في معرض الكتاب، وانا كده كده اصلا كل سنه بنزل معرض الكتاب اجيب كتب، فكنت جاي بالصدفه جدا اجيب كتاب، لقيت البطوله وانا اصلا بلعب بلاي ستيشن، فطلعت اشتركت وقدمت وبدات اكسب، وصلت فاينل، خلاص هلعب الفاينل اهو مع عبد الله. عرفت عن البطوله من ناس صحابي، وفريق المفضل طبعا هو مانشستر يونايتد، بشجعه بقالي 10 سنين، وده طبعا اللي هلعب بيه، بلعب بيه في كل نسخ اللعبه اللي نزلت. شايف البطوله عامله ازاي؟ البطوله كويسه، والمستوى طبعا عالي جدا، بس الحمد لله وصلت للنهايه.